Abi gel abla gel. Abi bir müsaade. اي واحد بيحب يسحب مصروات من البنك موجود في منطقة امينونو، حتى في صراف للعملة، صرافة للعملة 20 ليرة. يسعد اوقاتكم اصدقائي، اليوم رح نكون معكم بجولة سياحية من منطقة امينونو في مدينة اسطنبول، لنتعرف مع بعض على اجواء اسطنبول حاليا. كثير من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تواصلوا معي وسألوني عن الاجواء في مدينة اسطنبول، كيف الاوضاع حاليا في مدينة اسطنبول، هل الوقت مناسب لزيارة اسطنبول؟ حبيت اعملكم هذا الفيديو وفرجيكم الاجواء حاليا في منطقة نحن امينونو في مدينة اسطنبول الاوروبية. هاي هي الاجواء حاليا، الحمد لله ما في شيء، اجواء سياحية كتير حلوة. هاي العالم والناس والعرب كلها موجودين في منطقة امينونو. هاي جامع، جامع امينونو الكبير. هون هاي المطاعم لبيع السمك، وهي الصيادين بجسر امينونو عم يصطادوا السمك. هاي الاجواء الحالية، هاي الباخرة المعروفة، السفينة لبيع الاسماك. هلا رح ننزل لتحت نفرجيكم الاجواء حاليا في ظل الانتخابات الجارية في مدينة اسطنبول وتركيا عامة. هاي الأجواء أصدقائي. هون بيقطعوا التذاكر للواحد يطلع بالسفينة، سعر التذكرة نفس سعر المترو، طائرة المترو 10 ليرات فقط. سعر كل واحدة 25 ليرة. يرمي بيش هاي المطاعم مثل ما شايفين، خدمة ذاتية، كل واحد بجيب سندوتشه بايده. هذا الحلو التركي المعروف ب عند العرب باللقم. طبعا سعر كل وحدة 25 ليرة. يرمي بيش هون بيع السميد، سعر السميدة 10 ليرة. هاي الأجواء الحالية. هون سعر اللي بسموها البليلة عند الأتراك مصر 25 ليرة. هاي المشوية، مشوية على الفحم، وهي المسلوقة. هون الكستنة، هي الكستنة ما شايفين. هاي أسعارها، أجواء كثير حلوة أصدقائي، ما في داعي للخوف. أجواء الحالية في مدينة اسطنبول كثير حلوة، انصح الكل يجي يزور مدينة اسطنبول، منطقة سياحية، منطقة امينونو. هي المطاعم، شوفوا الناس
شاء الله. Biraz sakin olun, sakin. هون بيقطعوا التذاكر للواحد يطلع بالسفينة. سعر التذكرة نفس سعر المترو، طائرة المترو 10 ليرات فقط. فيك تروح على آسيا بهاي السفينة. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve doğal güzelliği eşliğinde 1 saat 45 dakika geçiren doğal turlarımız devam etmektedir. Turumuz esnasında bizlerin sıcak ve soğuk içeceklerle geçmektedir. Doğal turumuz 7 yaş 6 çocuklarımız için ücretsizdir. منطقة مقدمة من كل شيء. هاي المحلات موجود. هاي الأجواء. رح نروح هلا على السفينة المشهورة لبيع السمك. رح ندخل لجوا نتفرج شوي. جلبنا بين هاي المخلل اللي بيعوا، شوفوا مثل ما انتم شايفين. رح نشوف السفينة من برا. كو منظرة كتير حلو. هاي السفينة الثانية. مثل ما انتم شايفين. هاي الأجواء. شوفوا السمك. السفينة، ثلاث سفينات جنب بعض. كل واحد عنده أي سؤال أو استفسار عن الأجواء حاليا في إسطنبول ممكن يكتب لي اياها بالتعليقات، ان شاء الله رح نجاوب عليها فورا. وهيك رح ننهي الفيديو ونكون معكم ان شاء الله بجولة تانية من منطقة تانية في مدينة اسطنبول، لنتعرف مع بعض على كل شيء موجود في مدينة اسطنبول السياحية من اسواق واماكن يمكن التسوق فيها والسياحة للعرب القادمين والمقيمين في اسطنبول. تزورونا ان شاء الله في فيديو جديد اصدقائي.